في عزاء الأميرة لولو ابنة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود مقاطع فيديو كثيرة تنتشر لأخيها الأمير عبد العزيز بن فهد وتثير موجة تفاعل واسعة بين السعوديين. من أبرز هذه المقاطع مقطع ظهر فيه الأمير عبد العزيز يقبل يد أخيه الأمير محمد بن فهد. كما انتشرت مقاطع أخرى للأمير عبد العزيز يصافح المعزين ويحدثهم، وهو ما لفت نظر السعوديين كثيراً فأثنوا على طيبته وحسن معاملته للناس. الله يسلمك. الله سبحانه وتعالى ما تقول لها خير. والله أبشر أبشر. ثلاثة. أبشر أبشر. والله إني عارف إن هذا ما هو وقت. أبشر أبشر. أقسم بالله. لا أبشر ما يصير خاطر كل شيء. الله يطول عمره. وقفتك يا أبو تركيرة أنت رأى الأولة. وبوك سفرني خمس مرات على عشرة وهذه برقته. أمر الملك فهد. أبشر إن شاء الله. لا تهتم إن شاء الله. الله يجزاك خير ويحفظك والدينا والدينا. الله يحفظك ويخليك وشاكرين مجيئك. الله يسلمك. شاكرين مجيئك. الله يطول عمرك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. تعال يا ولدي روح يا ولدي. الله الحمد لله راحت 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 وما ضرت احد الحمد لله. ولا قد خبرنا لها مشكلته مع احد. وهذه نعمه كبرى يا حبيبي. الموت حق ولكن الألم الفقدة. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الله 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 قال خير منها لمحمد اللهم صل وسلم. قال إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت حق ولكن العبرة بالصلاح ورضا رب العالمين. الحمد لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى لها ولأموات المسلمين الله يطول الرحمة والمغفرة. آمين. اللهم آمين. والإنسان اللي يموت على التوحيد واللي ما في مظلمة على أحد من الناس فعلا. وقال اللهم صل وسلم أنتم شهود الله في أرضه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله كل يشهدها بخير. الحمد لله. الله يرحمها وما تنسى. أبشرك الحمد لله بخير ونعمة. الله يحفظك.